حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشف مصدر مطلع عنا عن أسباب سحب يد مدير عام مصرف الرافدين الحكومي وعدد من مديري الأقسام وموظفي المصرف من قبل وزارة المالية. وقال المصدر إن الإدارة الحالية لمصرف الرافدين التي تم سحب يدها متهمة بعدة قضايا، من بينها التسبب بهدر المال العام وسوء الإدارة واختلاس مبالغ كبيرة من الدولارات أثناء عملية بيع العملة، إضافة إلى إجراء تنقلات إدارية على أساس المحسوبية بعيدا عن معيار الكفاءة والنزاهة، وإضافة أيضا إلى صعود أشخاص غير مؤهلين لتسلم مناصب إدارية واستخدام المنصب لتحقيق غايات وأهداف حزبية وشخصية. أعرب عضو لجنة النفط النيابية النائب عن ذي قار كاظم الطوقي عن وجود 700 درجة من خارج المحافظة ضمن الدرجات الوظيفية في القطاع النفطي. وأضاف كاظم الطوقي أن الأولوية للعاملين في القطاع النفطي يجب أن تكون للعراقيين وليس للعمالة الأجنبية، على أن يكون التركيز على أبناء المحافظة التي ينفذ أو يتم تنفيذ المشاريع فيها وتقع ضمنها المؤسسة الحكومية. وبيّن أيضاً أن هناك أياد أجنبية تواصل العمل في المؤسسات النفطية وبالإمكان الاستغناء عنها والمجيء بالملكات العراقية. أكد مختصون في قطاع المقاولات أن انخفاض هامش ربح شركات المقاولات بسبب ارتفاع نفقات مواد البناء في إيران أدى إلى تحفيز رغبة هذه الجهات في الهجرة لمزاولة عملها في البلدان المجاورة كالعراق وسلطنة عمان. ويقول مراقبون إن الهجرة التي حلت ضيفاً ثقيلاً على إيران واستهدفت مجالاتها الحيوية كالقوى العاملة في القطاع الصحي والهندسي والاستثماري والتمريض تسعى اليوم لتشكيل جبهة جديدة جنودها البناة والمقاولون في الإسكان وتدفع بهم إلى أسواق البلدان المجاورة بسبب الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعيشها إيران. نظم عدد من باعة المواشي في سوق الصفات بقضاء الزبير في البصرة وقفة للمطالبة بوضع آلية لبيع اللحوم مع ارتفاع أسعارها خلال هذا الأسبوع. وقال المحتجون إنهم يعانون من عدم السماح لهم من قبل السيطرة بدخول المواشي إلى محافظة البصرة، ما جعل أسعارها ترتفع بشكل كبير لتصل إلى 20,000 دينار للكيلوغرام الواحد، مضيفين أن السوق أصبحت فارغة من المواشي بسبب وباء الحمى النزفية والسيطرات الأمنية، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار المواشي بالتزامن مع اقتراب حلول شهر محرم. سجلت الأسواق في كردستان العراق تراجعاً ملحوظاً في سعر كيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، حيث انخفض إلى 1900 دينار عراقي بعد أن كان يتراوح بين 2500 و3000 دينار. هذا وأكد أصحاب محال بيع الدجاج الحي في أربيل أن سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي يكلفهم أكثر من 2000 دينار، إلا أنهم يضطرون في بعض الأحيان لبيعها بخسارة خاصة مع ظهور الأمراض وارتفاع أسعار العلف أو النقص بتجهيزات الطاقة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.